إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لوق القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وحين نكبل أبينا آية بقول يسديد سورة النحل، قال الله تعالى إلهي بأوحد أولئك الذين كواسوا كوي طبع الله على قلوبهم إلهي قلب قوذوا الضبولي وسمعهم يمق الكوذة وأبصارهم يأرقوذة وأولئك هم الغافلون كواسي قفلت بي كتران ووحي لا أبو ريمي قران لا جرم وحد نبه أنهم يقوا في الآخرة هم الخاسرون آخرة وخسارين. ثم انت أكد من ربك إلهاك للذين هاجروا كوي صبرك عي دلكو دي كسو إلهي درادي وقصوق حي من بعد ما فتنوا انت لربي كد ثم جاهدوا دقالمي وصبروا كصبري ربك أوات كيستي إن ربك إلهك من بعدها أرمها كذب لغفور رحيم تنبغوا رافاو نحريستا يوم مال حسن بمحمد وتأتي كل نفس نفو لبوا إيمان دونتا تجادل عن نفسها إيادو نفتي إذا كدو ديس وتوفى كل نفس نفو لبوا حلور لما يستري دونا ما عملت وحي أي شقي سعمة هذا المرنتي سال السينية وهم لا يظلمون إيادو أن لقو قردروني وضرب الله مثلا قرية إلهي تسالة وحيدين كردقين مقالو كانت مطمئنة كانت آمنة وحيا هيد مدسكا نبتقليها يستا مطمئنة حسلون يأتيها رزقها أرساقت ديدا يوحى استعمالان عناو وقيمنا من كل مكان لنعوال با أدويدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله إلهي النعموين كي سيبا مقالة ذا سكجة لو ذو يكون مهدنا قوايا فأذاقها الله إلهي بأوحو دردنسية لباس الجوع والخوف ركع عبصدا إيه قاتشة دردنسية بما كانوا يصنعون وحي سميين درادي وحي سميين بلقاء بالي وحي نكون أحجرنا تلمامه إلهي نسينا سبحانه وتعالى تذكي الدنيا ذا دورتي أي أولئك الشوابط أدون كيبي دورتين وأي آخرك دورتين معليه ذو حويا آثروا حضوظ أنفسهم على حقوق ربهم نفتي نفتو ذي كدورتين إلهي حقي سبحانه وتعالى الحضوظ والحقوق قفك هذه يتير حد قد باء وحس ليا وحكرر صو مركز وحس يلا هذا الكود مركز وح النقد السداء إلى هيبة وتلمامين وقلب جودة الطبارة مقل كودة يدقه هذا وقرات كي يماله وحجس وقليه مركز مسكح ذا كف كري سدا وان مقل كي أرق يوحي مداركتي درا ما ياش ديك وذا حريني هي ما الله ذو حكوا فهم تم له حاس وقاري يا مسكح دي ميالي وحكا سوكاري يباحراني لا جرم هرين وصوت الماني نرى هرين صوت مرتين يتب معنى حقا هذا الكويل هيات كيني وحنبه كواسي آخر ميالي وقوما هايو أنا نهاي نار خسارة يا هايستا يا قوليستي بامركاي سويديلي وحا قوليستي كوا تيشارة دي اي قلان كروم شاقه سيدي ولهاي ودونا يالي وأولياء إلهي ثم أنت تقوى صارك تكذب بالقوى النائك إن ربك للذين هاجروا من بعد ما من بعد ما فتنوا ويسوهجروا ذا ما كيك سوهجروا ذا أما مالك لا أو دين تودي أي كل ما يسوا آخر ذود وأنا لفتنة وقال بعد ذي يجون أول مركز هذا الجهادين مركز فرصة دي هلان لبكي يجهاد كي ويكون صبران إلهي وحول الدم بالنافية حريص بنوايا كجوابته ثم إن ربك للذين هاجروا كويسا يساسا لغفور رحيم بات جوابه إن ربك
من بعدها لغفور الرحيم مركا لغفور الرحيم ايا لبدبا خبر نقونايسو خبر كان دنبا كهره تسيا سده ربا انو سو شيغني عمار بن ياسر يدعددي سو مرتي اصحاب تقيب كميدها مصعب بن عمير يرق لميدا markii ay dooneen inay makkah ka hijroodaan sida loog yahay dhib badan baa soo gaaray waxa lay baqaysaan ila xoolahiina reebta war xoolaha ayagana qaata dunyada iyada qaata dalkiina idin ka tagnay adeer iska kaaya daay saasa markaa wixii ay hayeen laga reebado kulkaasay ku baxsadeen ay makkah ku tageen markaas ay ilaahay wuxuu siiya waxay ka yimaadeen wax ka fiican ay ilaahay ugu bedelay intay makkah ka tageen bay saa madiina ugu tageen هل من هذا الكلمة شرو؟ مركز سائل هاي هل كانوا قوة معنى سبحانه وتعالى مركز بشارة النوع عن هي أصحاب النبي محمد يسوه هجروا ذا إلى هاي وبلن قاضي وهلية أضال نوع نقانيسا قف كستو إلى هاي درادي دين تيس ما لقى حمينا يكأك بدش هذا درك تدل كاد كنت يدت كالله نوش وحي دولمات كوي هنين وهاي دين هذا يت أهل كاجة oo aad alla daraadii uga agbedelato iyadoo lagaba yaabo inaad maslaxad ku qabto iyo manfaaca inaad ku qabto ilaahay kaaga dari maayo uu kaaga raynayaa dad badan oo walaalihiino muslimiinta ah oo gaalada la degan ayaa maanta khatar weyni waxay soo foosaartay diintoodii iyo dadkoodii iyaga iyo ehelkoodii iyo ubadkoodii diintoodii way kasii farabaxaysaa wuxuu arkayaa maalinba inay wasladi kasii lumayso diintiisi ayuu arkayaa qofka caruurtiisiina ay ka shubayaan ay sii socdaan oo ay kasii farabaxayaanoo gaala ka qaadanayso marka wuxuu isri meefan fadhima jooga eh halkaad baasaboor yaroo caska ah haysan lahayd ama yaroo lacag oo soo dhacaysa ama yaroo caafimaad oo wanaagsan dhaldhalaalka nafta wallaahi meeshan iskaga guu ilaahay bushaaradan u hayaa subxaanahu watacaala adduun iyo aakhiraba wuu uga raynayaa uga dari maayo marka hijrada asxaabta nabi maxamed ilaahay ku amaanay hijradaasi had walba way taagan tahay meeshii diintaadu ay kaaga dhaawacmayso ama kaaga lumayso waa dhowrka arrimood baa isdaba taagano waa haajaru marka hore waa dad mu'miniina kadibna waa haajaru marka saddexaad jaahadu marka afraad sabaru arrimahana isdaba yaala waxa ilaahay wuxuu sii waxa sidaa dadka loo leeyahay dee halkan laguma waarayo lama joogayo geedi baa la yahay oo aakhiraa lagu dambeynaya iyada meel aan loo sii dhaafayn wama almawtu ilaa rixlatun gayra annaha min addaari alfaani ila addaari albaaqi geeridu waa geedi uun halkan unbaa laga guurayaa waa laga agbedelanayaa oo aakhiraa la tegayaa oo noloshii dhammaanaysa intoo laga guuro ayaa noloshaa waaraysa shar iyo khayr miduu ku waaraba qofku ayaa loo guurayaa tiibaa markaa ilaahay uu soo bandhigay subxaanahu watacaala in loo diyaar garoobo oo qofku tan unaan u eegina ta dambe eego aayaha dambe yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsiha oo laghafuuru raxiim waa lagu tacallukin jiraa ghafuur ilaahay wuu u dhaafaa raxiim wuu naxariistaa yowma maalin buu dembi dhaafaya oo u naxariisanayaa naf waliba imanaysa iyadoo nafteedu u doodaysa qof walbana waxa lagu abaalinayaa camalkiisa marka qofka maalinkaa ka fikiray halkan uma waasho oo uma wareero diintiisa uma seego tusaale ilaahay bixiyey kaloo tusaalahaasina wuxuu la xidhiidhaa dadka isyidhaahda wax kororsada oo intay diintooda tuuraan duunyo qaata ama nicmadii diinta ilaahay ugu mahadnaqi waaya ka doora bay isidhaahdeen laakiin way ka darayaan tusaalahana ilaahay uu bixiyo qarya daraba allah wa daraba allahu mathalan qarya jacala allahu mathalan qaryatan ilaahay tusaalo idinka dhigay magaalo magaaladaasi nabadgelya haysteen way iska xasilanaayeen arsaaqadooda meel walba uga imanaysay diintii ilaahay day ka gaaloobeen markaasuu ilaahayna gaajo iyo ku saliday cabsi magaaladaasi waa tee culimada qaar ka mid waxay yidhahdaan waa maka makina markaa wuxuunay ahayd dee miduu nebi maxamed ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam oo wa xuduntii caalamka mahbadulwaxy meeshii waxyi uu ku soo degay markaa dadkii nebiga ka ag dhowaa ehelkiisa ahaa arrintaa inay ammaan u arkaan bay ahayd inay soo dhoweeyaan bay ahayd
لكن انتودي بضيد وي كغان تاغتن وي ديدين دينتي الهي بي كسور جيتسدين مركا وخي اهيستينا وناغ هاي الهي سو هاغاجيه يا دنيا دي ددكي او هيلانا الهي وو ككلا تولاي سدا تاريخدا لو هايو ابارو كوسليداي ابارو يا عذره يا بلايا الهي وو كوسليداي عيركا مركا ايغا قفكا قيقبا هرمري فرتقب يوم تاتي السماء بالدخان المبين لا علماء قير الصحابه اصحاب تقيب على الدخان كاس واكي عرب سو مري بوها كاجدا ايا اندها دنبيله كدولين الا كل راي ميدب كلو قفكو اركا مركو سيلانادو اما نفق درا اي كو دعوا اما جوي غوباي اسبدلو واكو نبي غوي مي صلى الله عليه وسلم لها اله انه بريوان سو نكونين قال قيب كم من علماء وحي لين مكه ما هو تصاله مر حدو الهي ضرب يد وا تصاله وبخينايو magala kasto oo walaaga iyo diinta Ilaahay aqbali wayda meeshay doonta ha joogto gaalay islaam ciday doonayaan ha ahaadeen abaal kana u yaala waxay hayeen inuu Ilaahay ka qaado wixii ay ka baqayeen iyo balaana inuu Ilaahay ku hurgufo ayadka hore waa soo qadinay waxyaabaha mustafaadaadkooda ee laga qaadanayo وعين مركا كن نقول لهين ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ودت سو هجرودي وصاق حي على درادي انت اللي فتنايا كدي بحس ودين لا محال لا فتنايا الى هي محو دتك فتنة او سي داي الى او كاري كراينو دينتي سي دتكي سبا او هيليو اولياديس او قال كي سو ايغابا او دولكا اون لا ربو او كاري كرا حافتنا الله مريا فتنا مركيده هره waxaa weey uu shaandhey ama uu intixaaray oo waxaad leedahay fatantu dhahaba binnar aw ala nar dhahabki waxaan ku sheelay iyo macdantii dabka waxaan doonayaa inuu wixii saafi yahayo wixii ciidihi uu kala baxaan doonayaa idan marka al masaaibu mahakku rijal aw mahakku nas musibooyinku ilaahay dadka marinaya waa wixii lagu kala shiilayay lagu kala shaandheeynay ila way suwantahay tari waa wada mujaahid oo waa wada gees iyo waa wada deeqs iyagoo sida uu wada digdiglo dadka laga fadhii ilaaya ayuba kafada imtixaanka la yara saaraya dad loo han weynaana way harayaan qaar hagaas la moodayay inuu liitaana isaguna cirkaas u tagaya oo soo baxaya julaybiib asxaabigii la oran jiray nabigu kaleey salaatu wasalaam dagaaladii uu galay mid kamida أحد أيها وحو عركي سعبتي بويدية ورقي شهيدة كورما كلبا نمبا الله شاقا أنا نمبا تبا يا أبو الولي أصحابي جليبي تمر كي لسا راث راثية وحال عركي إساقو تضبا قال دلي مركي ودن بي يقول آي كو قوستين اي دلي وكي نبي وهم بلي قعمي سشريف كاكو سو قاضي ننتا إسكا قابن بو هايون عدي بي إيغين مركي ويرركو بلابني المهم مصائف تاسوا محاكو الرجال مركي هذه يتشار xaaladu adkaato dadka waa taqaanaase u kala baxaan marka jawaab waxay taasi u tahay ilaahay adduunka wuxuu doonayaa dadka si ay daa u helaan aakhiro kaarkii ay ku gali lahaayeen jannada iyo shahaado wanaagsan ay qaataan horta imtixaanka la soo yara marinaya marka oranin waa dadkan ilaahay muxuu ugu heelin waayay haday muslimiin ay hagaagsan yihiin isagaaba ilaahay awood badan ama kuwan inaga dhaciyo imtixaanka xajisaba lagu leeyahay dalika walaw yashaa allah lan tasara minhu walakin yabluwa ba'dakum bi ba'd haddu doona ilaahay uu ka argoosan la diintiisu weerin laakiin da imtixaanka nolosha la qabsaday ayaa duunku siduu socdo waxaan ka arkaynaa oo ilaahay noogu tilmaamaya sabirku qiimaha uu leeyahay sabirku macnaha qofku hijrada kuma sabrik hijrada uma adkaysan kareen oo jihaadka uma adkaysan kareen oo dacwada uma adkaysan karo oo dooda uma adkaysan karo lawla sabr hadaanu sabir ku jirin sabirku af Soomaaliga waa adkaysi waxa la waxa soo dhan inuu dhabar adag u leeyahay qofku ayaa uu ku gaari karaa waxaan oo qiimo ah waxaan ka arkaynaa ayada Ilaahay wuxuu yahay ummatati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun an qof walba inay la gudban tahay ugu horeyn baa inuu tiisa ka taliyo intaana dadalkaaga ka talin inta ardaydaada aanad ka talin ubadkaaga iyo ooridaada aanad ka talin bal qof walba naftaada ka tali horta
هذا كشيء كيسون ضد ككلنا نارهود إيه تلوين كود هبل وال النار يا هبل وال عذاب يا هبل وال فاسق هبل وال كان وتادي بأدي اللوده داخل محادي إلى سمية كحمبار يا وحل حمبار صنيد مايا ولا تزر وزيرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة نف ولا بوحي السماء يسوى الرحمن تو الله يستع مركا أنت أهل كاجة إيه أوبات كاجة إيه أريد هذا إيه أمضى هذا هرتا إلهي إيسو سيقل هيدان يا آخر شيء قد نالين إيسا هرتا وهنا هذا مهم وي أنت أدد كاجة أو شقين إيسو يدل كاجة أو شقين إيسا هدى دي لو ذا نفتا كوريتان كي دين تكسمين لها يسيد حاران تي حمان توقفوغان لها يسيد حرير كإلهي وناتين وحسول أود يسيد لو ذا أدوه دواء ياندران أدنقون إيسا وإلهي حرين والعصر إن الإنسان لا في خسر بني آدم خسار وبرتن كوجو ترى حالك قبض بعده ما هنا تددك سهر ريس سمي سينا تاد سهر ريس حكوا حجاء هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتدى الله الرمي عمل ونكسن السميد دهور تتادي ما تقتل يسوي مركا تادم ما لا يسوي وتواسو بالحق وتواسو بالصبر وتيددك مركا حنوقة شيء هذا وين يسيلونا إن بدنا وتددك كم يدي وادي سيلونا ما الكلام وادو أرديسا نارا iyo jannooyin dad kalena waad ka talaysaa taadana wadi looday marka arintaasina dheew qof waliba maalinta waa nafsi nafsi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likull imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni marka arintaasina inay ku baraarugsanaano weeye aan waxa intaas oo raacayno si xusilahayn وحي لها يلكن وكت المامة آثار المعاصي في حياة العباد والبلاد دنبقوا راتك وكل هاي دلك إيا ضدك هذه إيا ضدك قال قال إني ماذا أي توتي واني إذا بدرهذا يا قدبت إلهي كقليان سبحانه وتعالى يقع عن سيرك إلهي كقع عن سير يا أمر كيس وحن إعضونا إن دلك هذا إيا ضدك هذا يدو يدو دمك لك عانو أي هلاك سمان بعد إعضون قاس عذرها يعيدا يعذو أنت بقى لهاي وكسليت طاره زين كأركينه آياتك مع صيادو وإنه عيب بدن تاعي لكن وحي سقوص ورور يساون سلوب قدين تإلهي للسلوبه ولا جقالوا به أما الله يرضى من نقان كرتمد حال النوع هل كان واحد أركيسات مجالا إسكحس اللون إذا إسكون أكسنيد محي سميين كيف سكوت أو فيرس فكفرت بأنعم الله إريق وانتها وحاوه هستين لكن هل كريمة دون بيسمية راء نعموين كي لهذا كقالوا بين نعمة دا إلهي وامحوا الدين نعمة دا إلهي أو الدين تأبي قادم واي وحيد هذا الدين تو أنك حل نوماه حلنا نوماه بينا حلنا نوماه حال الضيادة أنك أن قانا إلهي أن أبور تدي إسكي كاية ده حد قد ما سعوت ساسي كدقين ده دادك شريعة ده إسلام كو عمل فلواي أما كبقى له أما يلي الرومينا لكن وان اسكر الرومي سنة هايون حال نوماها ومشكلة ده دي هذا خطر بضان أرين تاسي إن دين تلو أركواين حال تهي ورقنا يتهي وشرع لقول لقما ياي تهي وكفران بنعمة الله إلهي نعمة دي سيو لقا له ذيوي جواب تيدنوا تاين وأركيني فأذاقها الله لباس الجوع والخوف هبكوا إلى هاي وصور دقائق وقال هذا بلاغة استعارة فلانية استعارة مكنية استعاروين بدون ما يرشي كتير اشتراع علم بلاغة يرأت كي تحليل كيدوي لكن ظاهر كم بينه نقول راعينا نردم بوي لهاي الشيء نردم وحو ناكسن بعد استرد نردمي والدنيا ذا استرد نردمي والدين توقق قالوا ده عكس يقول لهاي كنا ندنسينا يا عقابة هذا هو نردم الراع والهي يا دون الراعي الدنيا ده دون الراعي بقى لوران كلا يعني قف كمرك الدين تدويه وقطعه نارو إلى هاي كلها دنسي مركا وعبسي إياه يقاشو دركيدي واحد زوي الدين يسا دركا والله قشرة يا عبسي ذي قاشرة مية الله قشرة عبسي ذي قاشو شاريو نقضي سرواليه سود مية إنه أرقنا هواي إنه أرقنا وينه أرقنا ده qofku marka uu cabsado ama gaajoodo cabsidiya gaajada waxay u saameeyaan si aan dhar laanta u saameyn ama jirkiisa waxay u wada caamiyeelan si aan dharku u caamiyeelin meelina uma fayooba
qof qaxay oo firdhanayo wadnuhu gigtaayo calooshuna ololaysa gaajo daraaddeed balaalkee u fayo meedina uma fayooba maa yusamaa binuxuuli walisfiraar nuxuul iyo isfiraar waxa la yidhaahdo diiqad iyo diif ayaa ka muuqata gaajaduna diif bay ku reebtay cabsiduna diiqad bay ku reebtay marka sidaasaan jirkiisa meel walba ay u gaadhay sida dharku meel walba loogu asturo xaaladiisu halkaasay maraysa waxaynu ka fahmaynaa waxa la yidhaahdo nabadgelyo darada labada arrimooda u soo horeeyaa waxa weeyaan gaajo iyo cabsi qaxoontiga labadaa leh dii la qaxo oo cadow laga qaxo labada arrimooda soo degdegayaa markiiba waxa weeye in la gaajoodo madaaficdiiyo mushkiladaha iyo balaayooyinkana la iska eego waan cadowgii xaguu ka soo socdaayna qaxiyey hareeraha la eegaya oo la firdhanaya nin baa wuxuu yidhi anigu markaan madaaficdaa maqlo mushkiladda iigu weyne waxa weeye calooshun bay socotay wuuri berii dagaalada u dhici jireen waa nin jooga magaalada macruufa musiibada iigu weyne waxa weeye xamaan baan u baahanayaa buu marka ayaa calooshu is soconaysaa maba hayn karayo arrintaasi waa arrin cajiiba waxaa kalena arkaynaa shayga la yidhaahdo amniga kaanat aaminatan amniga nataa'ijkiisa waxaa ka mid ah haddii nabadgelyo la helo waxaa ku xiga idmi'naan mudma'ina xasilooni dadku qalbiga ay ka degaan oo salka ay ka fadhiistaan waxaa ku xiga barwaaqo xagga dhaqaalaha ah yaatiihaa risquhaa raqadan marka nabadgelyadu waxay dhashaa xasilooni iyo sacaado nolosha ah iyo horumar dal iyo dadba ah iyo aqoon iyo adduunba ah saa ilaahay u tilmaamay waxaa la yidhaahda nabadgelyo daraduna waxa ay dhashaa cabsida iyo gaajada ama qaxoonti iyo faramadhnaan marka xaqiiqadii dhabta ahayd baa waxay noqotay nabadgelyo daradiibaa iyaduna waxa ay ku sii fadhidaa diin la-aan ayay ku fadhidaa marka ilaahay wuxuu leeyahay meesha iska eegaysaan meelaan ahayn iska eega oo nabadgelyada iyo naxariistuba ay addoommaha ku dhaafi karaan ay ku weydaaran karaan والله سبحانه وتعالى أعلم يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان